E like K. الرابع E like D. الخامس إيش معنى E like D. خمسة خمسة إيجاب خمسة أربعة كويس أنا أربعة هلا أربعة إيجاب ثلاثة سجل خمس مين لم يشارك بالأمانة الله على هذا خطر يا طيب انتوا ذكرتوا الصفحة الجميلة اللي قالكوا فيها يعني معتمدة على احنا دلوقتي في صفحة ده تبتدي عليه شفوي يعني مفيش سؤال في كده فور ماكس يولا ترانسبورت ماكس مع الشباب ده خاص بالمواد اللي هي بتبقى اكتف بي ري ابزوربت فور سكرين يعني انا عاوز احسب اقصى مقدار للكيميون 89 لاي واحد هيقول لها ري ابزورب او سكرين صح كده صح دلوقتي اذكركم على اساس ان الاكتف ري ابزوربشن سكريشن ده انا بنسى اصلي لو انا طبعا بعتمد اللي معايا احسن طبعا الحمد لله هل هو بيبقى ترانس سيلر ولا بارا سيلر؟ الاكتف لازم يبقى ترانس سيلر نو واي ان يبقى بارا سيلر ليه؟ الاكتف عاوز حاجتين الادرينالين درايف فين؟ الثانية بقى مين يقولها لي؟ كارير بروتين ويتش هاز جوت انتيفيز اكتيفيتي هو ده اللي خلى في حاجة اسمها ترانسبورت كارير ليه؟ لأن أي كارير في النهاية عنده عدد معين من السايتس يمسك فيها المولكيولز المراد إن إحنا نعمل لها سكريشن أو ريابزوربشن صح؟ هو طبعا مش فاهم كارير أنا رسمه كإكزامبل هو كارير مولكيولز كتير بس في النهاية مجموع السايتس بتاعت مجموع الكارير محدود خلاص يعني من ساتوريتد هنوصل لنفسه ده فكره التيولر ترانسفورم ماكسيمم فانا عندي دلوقتي عاوز اقيس اقصى مقدره للكليه انها تعمل ري ابزوربشن يبقى لازم انقي للعقل ماده كومبليت ري ابزوربشن واحسن ماده كومبليت ري ابزوربشن الجلوكوز عشان كده مقياس مقدره الكليه على انها تعمل ماكسيمم ري ابزوربشن هو الـ TMG Tubular Maximum for Glucose اللي هو الـ Tubular Maximum for Glucose دي علامة مهمة جدا الـ Tubular Maximum for Glucose ده في الباب لو بنتكلم عن الفيميل هيبقى 300 جرام ملي جرام بير مينيت الولاد ان الكليه بتاعتهم فيها نفرز اطول شويه فعندها كاريرز اكتر سايز اكتر 375 ملي جرام بير مينيت ده منظر مش كده اقصى مقدره للكليه انها تعمل سيكريشن يبقى الاقي ماده بنفس المنطق بارشل ولا كومبليت سيكريشن عشان اقيس اقصى مقدره على السيكريشن كومبليت سيكريشن طبعا احسن مثال هنا اللي هو التي ام تيوبولار ماكسيمم فور بارا امينو هيدروليك اسيد
فوربارا امينو كنتيرين اسيد اللي هي بتبقى حوالي هنقولها بعد كده 80 تقريبا. كيوبلر ماكسيم فوربارا امينو كنتيرين اسيد. انا عاوز بس اعلمكم حاجه لطيفه بصيغه التصغير. ان احنا قلنا ان النيفرونز عندنا كما صابعك مش طول واحد، النيفرونز عندنا مش طول واحد، اطوالها مختلفه. وقلنا معلومه مهمه جدا في فهم اليه عمل الكلى، وهي ان كل نيفرون بيشتغل بالتعاون مع الاخرين ولا اندبندنت مش علاقه. طيب دلوقتي سي ده الليفر الجلوكوز، هنحتاجه بعد شويه الحصه دي. الليفر الجلوكوز قال لنا عباس الفاستنج، يعني وانت صايم من 70 ل 100 او 110 زي ما تكون هو عاوز، ده العدد اللي عندنا على فكره. الاثنين صح، 70 100 70 110 صح، مللي جرام في السنة. طيب ما ورينا الثريشولد اللي هو مستوى الجلوكوز في الدم اللي لو زاد عنه هيظهر الجلوكوز في اليونت. عارف رينا الثريشولد ده يمثل ايه؟ اضعف نيفرونز عندك، ده مينيمالي ابزوربتد باور، لان مش هيتعاون. اول ما هنتخطى اضعف نيفرون هيبتدي جلوكوز يظهر في اليورين، ده ما يقدرش يمتصه لان مفيش تعاون. يبقى لينا الثريشولد بيمثل ايه؟ المينيمالي ابزوربتد باور في الجلوكوز، اضعف نيفرون اللي هي عارفينها بتبقى 180 ملي جرام في السنة لو انت بتتكلم على الفينس بلاد. انما لو انت بتتكلم على الاطير بلاد، الاطير بلاد فيه جلوكوز اكتر، بيدخل جلوكوز اكتر، الكلية تاخد شويه روحها روحها في الانرجي وانت في 180. فرينا الثريشولد الصحيح نقول انك في الارت، في الارتست توصل 200. طب وفي البيت توصل 180. طب ليه في الدنيا كلها بيحتاجوا في البيت؟ تفتكر ليه؟ حاجه لينا احنا، ما حدش هيسالك ليه؟ يعني ليه احنا لينا الثريشولد 8 بنحسبه في البيت مع ان الاصح كنا نحسبه في الارت؟ يعني ممكن الارت يدخل فيه 200 ملي جرام وما ينزلش ولا حاجه. وطبعا لان الكلى بتسهل شويه يطلع البيم في 180. ليه احنا اهتمينا في الطب للدكاتره المواعيد نتكلم على بينا الفشل في البينس بلاد؟ الاجابه فيري سمبل، هو السامبلز اللي بناخدها، العينات بناخدها منين؟ فينس ولا ارتيريا؟ تروح تاخد عينه في المعمل فينس. This why we are more interested in فينس، مع ان ده مش ده الصح. صح انك انت اعلى، يعني الكليه فعلا المينيمال ابزوربتيف باور تقدر لو دخلها 200 ملي جرام في الارتي تمتصهم كلهم. اللي هم يعادلوا في الفين كام بقى؟ 180. طب ليه احنا بنحسبها في الفين؟ عشان هو ده اللي احنا بناخد عينات في الامعاء من الفين، ما بناخدهاش في الارت. فهو هاف تو كورليت لحاجه بنستخدمها. اما التيوبولر ماكسيمم هو يمثل الماكسيمم ري ابزوربتيف باور، اكبر نفر، اطول نفر عندك اللي هم يقدروا يمتصوا لحد 300 ملي جرام في المينت لو كنت فيميل، و 375 ملي جرام في المينت لو كنت ميل. لو تخصصتها يبتدي هنا ينزل جلوكوز. يبقى فهمت الفرق بين لطالب فاهم قوي تي ام جي تيوبلر ماكسيم فور جلوكوز والرينال ثريشولد فور جلوكوز. الرينال ثريشولد يمثل مين؟ يمثل اضعف نفر، ده مينيمال ابزوربتيف باور، اضعف نفر عندك لو تخططها ينزل فين؟ يورين، ومش حد هيقدر يصلحك. بينما التيولر ماكسيمم بيمثل اقوى نفر، ذا ماكسيمم ري ابزوربتيف باور. تيجي على ده سؤال شاف. طيب نيجي بقى الجريديانت تايم ترانسبورت. طب المواد اللي هي مش اكتفلي ري ابزوربد، يعني ما بتصلاش اكتفلي ابزوربد، ايه اللي بيحكم الماكسيمم ريابزوربشن والماكسيمم سكريشن؟ هي مش اكتف، ما فيهاش كارير عشان يبقى السايت بتاعته ساتوريت. اللي بيحكم الكميه اللي هتبقى ري ابزوربت او سكريت حاجتين، مية مية هي باسل معين. روح احب الشهاده الاعتراف بالحق فضيلة. كل ما زاد الجريديان خد زيني خد زيني كل ما زاد الجريديان المواعيد يا عم ايه بلعب الجيم كل ما زاد الجري
البوتاسيوم سبلاي لحد الباسيف زيد مش كده، وكل ما زاد ال تايم يعني غير الجريديانت التايم، يعني هل الفلو ماشي بنفرم ببطء يبقى في فرصه اكتر للامتصاص صح بسرعه، ما فيش فرصه للامتصاص. ونفس الكلام هنطبقه في الجي اي تي، ايه خطوره الاسهال؟ يعني لما واحد يجي له اسهال ايه الخطوره الوحيده بتاعته لو استمر اسهال مزمن؟ مفيش تايم فور ري ابزوربشن، يعني ملهاش دعوه بقى بالجريدينت. اه اكلت وكله في جريدينت حلو الاكل بس ما بيقعدش عشان يلحق ده امتص. شوف الحاجات الباسيف هنطبق برنسبل ثانيه اللي هي الجريدينت تايم برنسبل. يبقى من الحاجات الاكتف هنطبق انهي برنسبل؟ تيوبلر ماكس. تيوبلر ماكسيمم، تيوبلر ماكسيمم بتقيس الماكسيمم اماونت سكريتد اور ريابزورب لمين؟ لاكتف سبستنس اكتف ريابزورب بروتين. لكن لو ماده باسيف مين اللي هيحكم ده بتمتص من قد ايه؟ كام حاجه؟ حاجتين انجريدينت وين؟ طيب الصوديوم، الصوديوم اللي هو القاطره واللي انا مصر ما فيش طالب سمع معايا كليه وما طلعش من كليه، الصوديوم ده اهم حاجه وبالرسمه الرهيبه اللي عاملينها دي الواضح ان كل حاجه مسكت في مين في الاخر؟ صوديوم. مين قاطره؟ مالي اطبع بيها انهي برنسبل؟ جريدن تايب ولا تيولر ماكسيم؟ صوديوم اكتف ريابزوربن ولا باسيف ريابزوربن؟ ايه رايك؟ طبعا اكش ذا برايمري اكتيف ريابزورب، الصوديوم مش اكتيف ريابزورب، الكلمه الاهم برايمري كل حاجه تاني سكند ما عدا الهيدروجين. لو انت فاهم كده كويس قوي في الديستال اخر شويه عن الخلايا اللي اسمها ايه الخلايا؟ اي سيلز انترفيرنت سيلز، يعني الشويه اللي مش على حسابنا اللي مش على حساب الصوديوم حضرتك بقى تدفع حسابهم في الاخر. مش قلنا تمني الهيدروجين بيحصل له ايه؟ سكريشن سواء في البروكسيمال او في الديستال، بس البرايمري في الاسف في البروكسيمال معظم الكميه 85% ومش على حسابك مش دافع حاجه يا عم. سكند اكتف ريابزورب بتدفع حساب الهيدروجين بس فين؟ شويه صغيرين في الديستال. انهي خلايا اللي بتدفع الحساب؟ الاي سيلز الانترفيرنت سيلز. ف100% اهم ماده بتبقى مش ريابزورب برايمري اكتف ريابزورب اللي هي مين؟ صوديوم. وعليه كان يجب تطبيق انهي برنسبل؟ التيوبلر ماكسيمم ولا جريدن تايم؟ تيوبلر ماكسيمم. هذه اجابه منطقيه لكنها خاطئه. بص معايا احنا لقينا الاتي. وايفن الاوثرز مش فاهمينها مظبوط بس اهم ثيري واي ثينك انها 100% صح. لو قال لك ان الصوديوم في البروكسيمال كومبيوتد تيبيون مع انه برايمري اكتف ريابزورب بيطبق الجريدينت تايم ترانسفير، بينما في الديستال بنطبق التيوبولار ماكسيم. يعني في البروكسيمال جريدينت تايم في الديستال تيوبولار ماكس معناها في الاثنين برايمري اكتف ريابزورب. وبعدين يقول لك طب هنا ليه اختلف؟ هنا المفروض تبقى تيوبولار ماكس، ما نعرفش ليه. لان في انترنسك ميكانيزم وتجيب يقول لك انترنسك ابيليتي، ما هم مش فاهمينها صح. اي ثينك ان انا هقول لك الصحيح، كل حاجه معلقه في رقم مين في الكليه؟ صوت. معظم امتصاص الصوديوم بيتم فين؟ بروكسيمال. تخيل لو كارير بقى ساتوريتد بتاع الصوديوم في البروكسيمال، ده مش هيتوقف بس امتصاص الصوديوم، هتوقف كل حاجه معلقه في رقم الصوديوم. This is why في تصوري نظريه خاصه بالعبد لو اتصورنا 100% صح ان ربنا خلى عدد الكارير فور صوديوم في البروكسيمال عدد غير محدود، لا يمكن هنصل الى البوينت اوف ساتوريشن، لان لو وصلنا البوينت اوف ساتوريشن معناها ايه؟ يقف امتصاص الصوديوم. وعليه انتوا بقى فاهمين اكتر من غيركم، تقف الكليه كامله.
دي القاطره توقف القاطره كل وقف. فربنا خلى عدد الكارير هنا غير محدود انليميتد. فيبقى بقى سلكشن ايه بقى الموضوع؟ موضوع تايم وجريديانت بس. هما دول يحكموا. يبقى اتنقلنا للبرنسبل التاني ويقول لك انترنسيك ابيليتي هي الاجابه. اديني قلت لك لو تفكرها ماستر لايف انليميتد كارير هنا. طب ليه هنا بنطبق التوتال ماكسيمم؟ جاوبوها انتوا بقى بيزد على اللي انا بقوله. لان 100% عدد الكارير هنا ليميتد ففي توتال ماكسيمم. وليه؟ لان معظم الاعمال بتتعمل في البروكسيمال ما بتديش تايم البروكسيمال بس عشان كده ربنا خلى ما فيش حاجه اسمها ان الكارير يبقى ساتوريتد انليميتد كارير. فهنطبق الجريديان تايم ودي من العظمه برضو تدخل في منظومه الفهم الكامل ورقه الرهيبه اللي عاملينها دي. ان كل حاجه في الكليه معلقه في رقمه صوت خاصه في ما ينفعش الكارير يبقى ساتوريتد ونطبق تيولر ماكس. فربنا خلى الكارير انليميتد اللي هم يسموها اي تعبير. انت ما نعرفش ليه انترنسيك انليميتد. لا هي معروفه ليه انليميتد نمبر اوف كاريرز. سو يو هاف تو ابلاي ذا جريديان تايم ترانسبورت. انما هناك هتطبق الثاني. طيب نيجي سؤال نظري بس. ري ابزوربشن باي ذا بينيتيولر كابيلري. فاكر يا كابسول بريشمان دي مش مهمه بيجي غالبا من الولايه بتريشمان. انما انا عاوز افهمك العلاقه بينهم عاوز ناس فاهمه قوي. بص معايا ده هنا ال سوري هنا يا شباب دي قلنا افريد ارتريول او تبقى فاهم كويس قوي بيدي سفيريكال باف اوف كابيلاريز مجموعه كابيلاري بنسميها ايه؟ بروميريس. بيدخلها الارقام تبقى حاططها صم في الكليه 650 مللتر بير مينيت. بلاد ولا بلازما؟ بلازما مش عاوز عرض. بلاد 1200 سم. بلازما تقريبا نص اكتر شويه بلازما اكتر نص 150 بيفلتر كام؟ 125 الرقم اللي قلنا مش هنتفاهم فيه 125. طب الباقي اللي ما حصلهمش فلتريشن دول ده الايفل ارتيول ده ما لا مش هيخرجوا كده مش هيروحوا دول هيجوا يمشوا من بره في البريتيوبلر كابيلاري دول 525 هيمشوا في البريتيوبلر كابيلاري. عاوز اعمل احسن شويه هكبر المسافه بين السن دي بس عشان احط فيها ارقام مش تبقى تفهم بقى الرسمه اللي قصادك. معيد اهو بالشكل ده فيها 525 وقول باللي فاهم الكليه بتشتغل ازاي كويس قوي يعني فاهم كويس قوي كل وظيفه التيوبلر سيل تعمل ايه؟ لو لقيت حاجه مفيده هنا في الفلتر مش عاوزاها تنزل في البول تعمل لها ري ابزوربشن. حاجه في ال 525 مش مفيده زي الكرياتينين وما شابه واليوريا ما مش عاوزينها تروح برغم انهم ما حصلهمش فلتريشن. هي تاخدهم من البلاد ما يرجعوش للجنرال سيكريشن تعمل لهم سيكريشن. فهمت ازاي كده بتشتغل؟ بيدخل 650 يفلتر كام؟ 125. طب الباقي ما يجريش الباقي يبقى على الناحيه الثانيه من التيوب في البرتيبولار كابيلاري. وكل وظيفه الكدني ممثله في التيوبولار سيل لو اي حاجه مفيده تعمل لها ري ابزوربشن عشان ما تنزلش في البول. اي حاجه مضره برغم ان ما حصلهاش فلتريشن تعمل لها ري سكريشن فتنزل برضه في النهايه فين؟ في اليوريج اهي ده بالظبط اللي عاوز تتخيل. ادي رسمه بسيطه جدا تقول لك كده بتشتغل ازاي. ايه بال 125 سم اللي حصل لهم فلتريشن دول؟ الميه. ما حدش بيفقد 125 سم بول في الدقيقه. مفيش كلام فارغ زي كده. وتخيل 125 سم في الدقيقه بتبقى كارثه. بنمتص منهم حوالي 124 عاوز بالظبط لو انت
ديهايدريتد هتمتص 2 سنتي هتفقد نص سنتي. لو انت اوفر هايدريتد هتفقد 2 سنتي بس، يعني الرينج اللي بنلعب فيه من نص لاتنين. البول حجمه في الدقيقه يا نص سنتي يا اما 2 سنتي. لو محتاج الميه كفايه انك تنزل نص سنتي، مش عاوز تفقد ميه. شارب لما ميت شرب تنزل 2 سنتي. فاحنا عايزين نحكي قصه بقى، طب ال 124 دول ازاي هيمتصوا في الفيديو وكده. هنطبق نفس الاربع قوى. العبد الله ما بيغيرش اي كابيلر يحكم الفلتريشن او ريابزوربشن. اربع قوى اللي هي الثنائيات، اثنين هيدروستاتيك بريشر واثنين كولويدال اوزموتيك بريشر، دي تقسيمه. اثنين جوه الكابيلري واثنين بره الكابيلري. هنا هيبقوا فين بقى في الانترستيشن فيو اللي انا كبرت في الحته دي، كبرها لك قوي حتى عندي عشان تبقى فاهم الرسمه. يعني ده التيوبولار سيرا هي عاملها كده عشان تبقى فاهم الرسمه اللي عندي. بس انا مكبر دي قوي عشان احط الارقام تبقى فاهم ايه الرسمه دي. يبقى اثنين في الكابيلر واثنين في الانترستيشن، اثنين هيدروستاتيك واثنين كولويدر، اثنين فلترنج واثنين ري ابزوربنج. فتعال نشوف بقى ري ابزوربنج فورس هتبقى قد ايه. الكولويدال اوزموتيك بريشر بلازما بروتين هنا دي، افتكر دي هتعمل ايه؟ ابزوربشن ولا هتعمل سبيشن؟ يعني وجودها دي هتساعد الفلتريشن ولا هتساعد الابزوربشن؟ ريابزوربشن. وقلنا قيمتها كام قبل كده؟ قلنا قيمتها 32، قلنا اعلى كولويدال اوزموتيك بريشر. طيب الهيدروستاتيك بريشر في الانترستيشن فلويد، الضغط بتاع الفلويد هنا ده يساعد الفلتريشن ولا يساعد الابزوربشن؟ ايه رايك انت؟ الضغط كل ما عالي هنا يساعد الريابزوربشن يساعد الفلتريشن يساعد الريابزوربشن؟ الريابزوربشن ومقداره 6. خلاص؟ طيب نيجي بالعكس، احنا قلنا البريشر هنا، البريشر هنا في التيوبر كابيلر الهيدروستاتيك بريشر واطي، دي كانت لو بريشر، كان الضغط فيها قليل لو بريشر، فهم عاوزين الضغط الى 13. طيب الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين هنا دي هتبقى فلترنج ولا ابزوربنج في الانترستيشن فلويد؟ البروتين في الانترستيشن فلويد يساعد في الفلتريشن ولا يساعد في الابزوربشن؟ يساعد في الفلتريشن ومقداره 15. يبقى الري ابزوربنج فورس 38، ال فلترنج فورس 28، يبقى النت فورس ري ابزوربشن بقوه مقدارها 10. هنا كان النت فورس لو كنت فاكر فلترنج فورس ده كان هاي بريشر بيت كان 60، كان برضه 10، 50 و60 فرق 10. يبقى ده معناه ايه؟ ان النت ري ابزوربنج فورس هنا ايكوالز النت فلترنج فورس هنا. يبقى ده معناه ان الاماونت فلترد تقريبا almost equal amount absorbed، ان معظم ال 125 بيحصل لهم امتصاص. ما انا بقول 124 ما فرقتش، يعني ما تدقش، امتصنا 124 من ال 125 يبقى almost الكميه اللي حصل لها فلتريشن هنا حصل لها absorption هنا. ليه؟ اديك فهمت الاكسبلانيشن. لان النت فلترنج فورس هنا في الجلوميرس ايكوالز النت ري ابزوربنج فورس في البريتيبولار كابيلرز. واتكلمنا على كام فورس؟ 4، تملي منهم الاثنين باللون الاحمر دول كلهم اوزموتيك بريشر، واثنين باللون الاسود دول هيدروستاتيك بريشر. هنا تقول في البريتيبولار كابيلر الكلام هنا فين؟ في البريتيبولار كابيلر. هنا تقول ايه؟ انترستيشن فيود. يبقى ده انترستيشن فيود وده بريتيبولار كابيلر، ده انترستيشن فيود وده بريتيبولار كابيلر. تحسب الفورسز، النت ري ابزوربنج فورس 38، النت فلترنج فورس 28، يبقى النت فورس ري ابزوربشن مقدارها 10. غالبا بيجي السؤال ده بتاع الفورس افكتنج الفلتريشن، ده فيري فيري ريلانت ليه ده، وان كان ذا سيم كانسر. يعني بفرض نزل الممتحن عاوز صعبها عليه بتاع، ممكن يجي ما حصلتش. المهم ايه اللي جايد يو ان اجابتك صح؟ ان لازم النت فورس في الحالتين يطلع كام؟ عشان تبقى مقتنع ليه؟
لان ده اللي بيفسر ليه الفوليوم فلتر تقريبا بيساوي الفوليوم ريابزورب. ليه بنفلتر 125 وبنمتص تقريبا 125 اللي هم على وجه التحديد قلنا من 123 الى 124.5. ما احنا بنفطر بس نص الى 2 حسب الماء في اليورين. سهل اقلب الصفحات من فضلك. طب خليك بقى بصفحة كبيرة دي. سؤال صوديوم هاندينج اوف رينال تيوبز اللي هو الصفحة اللي كنا حاطينها. عارف لما بيجي السؤال ده معناها تكتب 80% معلومات الكلية. اكتب لي نظري مهم السؤال. النهاردة حديث اهم ثلاثة حديث. الملح والسكر والماء. اهم ثلاثة اسئلة في كدني بعد الكلوبريز. هم اربع اسئلة غالبا الكدني بتتمحور حاليا. والسؤال الخامس بتاعه لازم كتير. مش تبقى عارف. يعني على ما يمكن. لو طالب اتصل بي على ذكر يقول لي خمس اسئلة ذاكرهم بس في كدني. اول واحد كان البلوميرستات نقط اللي هو الفلتريشن فورسز والفاكتورز والكلام ده كله. وبعدين ملح ثم ملح ثم ملح ثم سكر ثم ماء. فناخد ملح. لو جالك ملح يبقى خراب بيتك لانك هتكتب كل الكليه لو انت فاهم. نقول الاول مقدمه من الاتي. إن بنمتص قد إيه من الملح؟ 96-99% من الملح is actively absorbed. يعني حتى primary actively absorbed. طب أنا علمتكم حاجة. قلت لك لما أقول لك الحتة الوحيدة اللي فيها الصوديوم الاسباسيفلي ريابزورب كل الناس من غير ما أبقى مذاكر. أني حتى الوحيدة اللي line بفلات الكريتيريوم اللي هي thin thin part of your body. لأن فلات إبسيليوم ده ممكن تعمل أكسيد. يبقى كل النفرون primary active ريابزورب. ما عدا ده سؤال MSQ هجيبه لكم. فين الحته الوحيده اللي لازم يبقى باسيف؟ ما ينفعش بقى كان نفسي بقى اكتب بس ما تنفعش اللي هي لاين بلاند ابثيليوم اللي هي مين؟ وعشان كده هي فين اللي هي الثين بارت اوف لوب اوف. وقلنا انتوا فاهمين اكتر من غير ان الصوديوم ري ابزوربشن بيستهلك 90% من طاقه الكلى لان معلق كل حاجه في رقبه صوديوم. لكن اقول لك طب اديني اكزامبل استهلاك طاقه ثاني نوت ريليتد للصوديوم. اي سيلز لما بتعمل برايمري اكتيف سيكريشن اوف هيدروجين في الديستال جلوكوز. الطلبه اللي فاهمه كليه تمام 90% من الطاقه في الصوديوم ده القاطره ده خد معظم الطاقه لان كل حاجه معلقه فيه. صوديوم اكاونتس فور اكثر من 90% من الاوزموتيكالي اكتيف سوليوتس وبالتالي الاوزموتيك بريشر بتاع الاكسسيرفيو. طبعا عارفين 100% من صوديوم اكسكريشن يساوي الاماونت اللي بتطلع. ده معادله عامه. اي كميه هتنزل تساوي معادله من داتا الفلتريشن ناقص الري ابزوربشن زائد سكريشن. بس ما فيش هنا صوديوم سكريشن فيبقى هي الفلتر ناقص ريابزورب. طيب بعد ما تكتب المقدمه دي تروح كاتب الكلام ده. تعالوا بقى تاني بسرعه. ده سؤال خراب فيو في البروكسيمال كونفيوتي كيبيول. هتقول الصوديوم از برايمري اكتيف ريابزورب عند اي بورنر بيبقى اكتيف عن البيزولا بيمتص الصوديوم فتكتيز الصوديوم جوه السيل يبقى قليل. فاول نقله بتبقى الون الكترو كيميكال كونسنتريشن. كام في المية تلتين الصوديوم؟ 65% من الصوديوم بيمتص في البروكسيمال برايمري اكتف. وترجع للرسم اللي هو كان بيبقى اكتف عند بوردر واحد بس البيزل. اي صوديوم يدخل يبقى ايميديتلي بامب عند البيزل فالليفل في السيل يبقى قليل جدا. فاول النقله تبقى ببلاش الون الكتروكيميكال كيمي ومعلق بيه 9 ريزلتس في الفيرست بارت اوف ذا بروكسيمال تيبيول. في 6 اتنينات قسمناهم 100% من الجلوكوز والامينو اسيدز 65% من البوتاسيوم والكالسيوم وبعدين 85% بقى دي تصحى شويه ري ابزوربشن باكر ريت. لكن 85% دي الوحيده بقى اللي مش ابزوربشن سكريشن اوف تمام. وبعدين بعد كده في الحته الثانيه من البروكسيمال
هيلاقي صوديوم بوزيتيف فيجي وراك كلورايد نيجاتيف باسيف. ده مش كوترانسفورم، ده مش سكند اكتيف، ده اسمه باسيف. حاجه بوزيتيف بتسحب باسيف لحاجه نيجاتيف كلورايد بنفس الرقم 65% وراها ميه 65% وراها يوريا نص يوريا باك ديفيوجن. طيب طب الليل لوكوفينيك في الثين بارت ده قلناها قبل كده صوديوم اسباسيف لمين ابزورب. في الثيك بارت بنمتص 25% من الصوديوم. في الكارير العجيب ده يمشي كم حاجه؟ اربعه صوديوم، واحده صوديوم، واحده بتلسم الاثنين فوسفور ووصلوا الاثنين كلورايد. وده اهم كارير في الكيدني، لان احنا بندرس طب عشان التطبيق الكلينيكي، ان اهم مدر البول في العالم وهو الليزكس بيبوظ هذا الكارير. حتى افتكرها طول عمرك في الفارماكولوجي، ليزكس ده لوب دايوريتيك، ال مع ال فين بيشتغل؟ على اللوب. بعد كده ننتقل لاخر حته في الديستال ويل كولكتيك، هيحصل ان الصوديوم هيدفع حساب البوتاسيوم سيكريشن. هناخد الصوديوم برضه برايمري اكتيف ادوبشن ونطلع عوضا عنه بوتاسيوم، وده بخلايا اللي هي الغالبه اللي هي السائده البرنسبل سيلز اللي هي البي سيلز. وما تجيبش سيره الهادج، الهادج مش علاقه بالصوديوم، سؤال صوديوم ما تكتبش اي حاجه بقى، انت مش بتكتب السلام، مش اسطوانه، هو السؤال صوديوم. ده نص السؤال وياخد له كتاب على الاقل ربع ساعه، السؤال مدته 10 دقائق عشان الناس اللي بتحب تقرا الكلام كتير يعني تزعل ان انا ملخص الدنيا شويه. في نظري يقولون قيمه الكلام ده، زي تكتب كل حاجة وما تلحقش والله. ما عنديش طالب قرا النوتس بأمانة وقال أنا خرجت لو قريها كويس وحافظها وقفلت الامتحان، ما ينفعش. براكتيكال الامتحان السؤال أكتر من 10 دقايق، أسئلة كتير جدا ما تكتبش 10 دقايق، ده لسه بص بقيت السؤال أهو. ممكن يجي لك فاكتورز، أي هوب يجيبها يا دي يا دي، ما يجيبهمش مع الاثنين، ساعات المعظم بيجيب لك يقول لك إيه؟ صوديوم أبزوربشن فاكتورز أفكتيك صوديوم أبزوربشن، فدي الواحد عاوز 10 دقايق. ستة عاوزك تحفظ واحد مع اثنين، يعني مكتوب كده معلش عشان ليها طريقة، واحد في اثنين كده مكتوبة تحت، وصلهم ببعض كده. بص عشان تعرف تكتب لي جي تي جريديان تايم، كأنه بيتكلم على جريديان تايم اللي هو يطبق في البروكسي على 65%. جلوميرولو تيوبولار بالانس ديفينيشن، لو زاد الجلوميرولو فلتريشن يبقى كميه الصوديوم في الفلتر هتبقى عاليه صح مقارنه بال في البلاند، يبقى الفلتريشن كتير يبقى الصوديوم كتير يبقى الجريد انت هتخليها تمتص ايه كتير، يبقى لو زاد الفلتريشن هيزيد الري ابزوربشن تبع لايه؟ لزياده الجريديان. عشان كده بقى يقول لك جمله جميله قوي، يقول لك ان هنا ان الصوديوم الممتص البروكسيمال ما بتمتصش كميه معينه، بتفهم عربي، بتمتص نسبه معينه 65%. فلو الكميه صغيره يبقى ال 65% بتوعها قليلين، الكميه كبيره يبقى ال 25% كبار. ويرجع يقول لك ليه تاني ده انترنسك ابيلتي، ما نعرفش ليه، احنا عارفين ليه؟ عشان الكارير ان ليميتد يشيل اي كميه 65%، فالقليل قليل والكتير كتير. عشان كده شوف العنوان، يعني لو الجلوميرولس غلط وفلتر ملح كتير التبيله تمتص كتير، يعني التبيله تصلح غلطه الجلوميرولس، عشان كده سموها جلوميرولو تيوبولار بالانس. في بالانس الفلتريشن كتير مش هتفرق، ما تخافش الكبيرة تمتص كتير معاه ده المال 65%. certain percentage not certain amount، مهما كانت كميه كبيره برضه تمتص 65% من الكميه الكبيره دي، كميات رهيبه. ليه؟ لان الكارير ان ليميتد، هم يكتبوها ايه بقى؟ ترنسك ابيلتي. يبقى أول واحدة شرحت الجريدة، تاني واحدة هتشرح الريت. لو الريت اوف فلو بطيء يبقى قعدنا مدة إيه؟ أكتر، يبقى ري أبزوربشن
هتزيد ده التايم. عشان كده بقول لك اول اتنين بيشرحوا جريديانت ويل طيب. بس لو الشارع مش واخد باله عمال يسقف مع الطلبه او بيقروا مع بعض مش واخد باله ايه اللي بشروح ده، ده جريديانت تايم. واحد واثنين ده جريديانت تايم. يبقى كده انت هتفتكرها تمام لانك فاهم الدنيا بتشرح ايه، مش عناوين، بتشرح اهم حاجه جريديانت تايم التي تطبق فين، في البروكسيمال ولا في الديستانت، اللي هو اهم ولا اقل اهميه البروكسيمال بالنسبه للصوديوم. دولتين الصوديوم 35% من الصوديوم بتمتص فين؟ عشان كده بدأنا بالجريديانت ويل. ماشي، ترتيب المعلومات ايكوال امبورتنت على الامتحان. هي الموضوع مش رص بس، يعني كميه المعلومات مهمه والاهم ترتيبها. بدات بايه؟ بالجريديانت تايم اللي هو موضوع البروجكت 65%. ناخد نفسي اخد 3 مع 5 معلش بلونهم مع بعض. وعاوزك بص لون يستنتج، يعني سيد محمد لو الضغط زاد حضرتك تفتكر الجسم يحاول يعمل ايه؟ ضغطك زاد فعلا زي حالاتي كده والضغط زاد، الجسم يحاول يعمل ايه؟ يقلل الميه. بيعمل ايه في حجم الدم؟ يقلله، يبقى يرمي ميه في البول مش كده؟ وقلت الميه دي عمرها ما تمشي لوحدها، ماشي عليها اللي هو بتاع الانفاق، لازم ملح ويشد وراه اللي هو موضوعنا. فلو الضغط عالي يبقى عاوز اخلص من الميه، يبقى لازم اخلص من الملح عشان تاخد مع الميه. يبقى 100% زياده الضغط بيزود الصوديوم اكسكريشن من غير ما ابقى يعني حاجات منطقيه. ضغط زاد لا ما يصحش، يبقى عاوز اخلص من الميه، ما ينفعش اخلص من لوحدها مع الصوديوم. يبقى هعمل صوديوم انكريس صوديوم امبيوتر ابزوربشن. نيجي الميكانيزم ازاي بقى؟ نفهمك الميكانيزم اللي انت عاوزه تساليه ازاي لما الضغط بيزيد بنرمي صوديوم. احنا قلنا الرينم بيطلع لو الكليه راح لها دم كتير ولا لا؟ اسكيميا. اسكيميا. يبقى لو في نقص في الدم يزيد الرينم وعليه يزيد الانجيوتنسين 2، لان الرينم بيحول انجيوتنسينجن ل 1 و1 بيتحول 2. طب لو في دم كتير داخل الكليه يبقى كميه الرينم تتقل وعليه الانجيوتنسين 2 يقل، اللي هو بيطلع عنده الستيرول اللي بيمتص الصوديوم، يبقى مش هيمتص الصوديوم. بقول لك حاجه انتوا ناسيينها، والانجيوتنسين 2 باي ايت سيلف بيعمل صوديوم ابزوربشن، يعني دايركت بنفسه وعن طريق الالدو ستيرول. بس انتوا بتستوعبوا يعني الانجيوتنسين 2 ده بيمتص الصوديوم بطريقتين، تو ميثودز، كل حاجه فيها 2، عن طريق يطلع الستيرول اند دايركت. ثاني حاجه في الميكانيزم باك ليك اوف صوديوم فروم ذا ليومن 100%. لو الضغط هنا عالي في اليومن صح معايا، يبقى الفيود هيتجه من هنا فين؟ هيتجه لل بالعكس في الفيود يتجه كده والمالح ينتهي، يبقى الكونسنتريشن بتاعه ده بينزل، يبقى ده يسموه باك ليك اوف صوديوم ان ذا ليومن. طيب نيجي خد نمره 5 بالعكس، خد لو انا انفعلت يبقى الضغط بيحصل له السمباثاتيك بيزيد. تفتكر ازاي احد طرق ان السمباثاتيك يزود الضغط؟ انه يزود الميه والملح. فبنفعل عاوز الضغط يبقى عالي عشان يروح دم اكتر واقدر اتصرف. فيبقى 100% قبل ما نبتدي الاكتيفيشن اوف سمباثاتيك بيزود الصوديوم ري ابزوربشن. تعال نشوف ازاي بتزود الصوديوم ري ابزوربشن. بتعمل فازو كونستريكشن لل افرنت ارتيرول، يبقى كميه البريشر هيحصلها ايه؟ هتقل، يبقى الفلو ماشي بورد، يبقى في مور تايم فور صوديوم رين ابزوربشن. دي واحده. نمره 2 لما السمباثاتيك بيعمل فاز كونستريكشن يبقى كميه الدم اللي رايحه للكليه ايه؟ قلت، فيطلع ماده الريتم فتطلع الانجيوتنسين 2 يزود الري ابزوربشن. وبعدين باي دايركت اكشن من ذا بروكسيمال كونفلوتد اللي بتمتص 65% والثيك اسندنج اللي بيمتص 25% بيزيد الصوديوم ريابزوربشن. عشان كده انا خدتهم مع بعض، ضغط زاد عاوز اقلله، انما شغلت السمباثاتيك عاوز اعمل ايه في الضغط؟ ازوده. يبقى هنا ازود الصوديوم ريابزوربشن، انما ضغط زاد عاوز اقلله ازود الصوديوم اكسكريشن. نيجي نمره 4 الهرمونز، وبرضه انا بعتذر كاتبهم زي الكتاب، انا عاوز اعمل تعديل خفيف. في 4 منهم بيعملوا ريابزوربشن الصوديوم اللي هم A و B و C و E، حطهم لي بلون واحد اللي عنده الوان A و B و C و E. يعني انا نفسي كنت اسويتش
اجيب الدي مطرح ليه. لو ممكن تعملها كده بالخط عشان كده دايما أربعة زودوا ثلاثة نقصوا من الدوشن يبقى حلو حتى في حفظ. فانا بعتذر ان انا كان مفروض ما اتكلمش في ترتيب الكتاب. اهم واحد بيمتص الصوديوم حتى اسمه انا بتاع المينرال من رابط الكورتيكويد اللي 90% منها قلده ستيرون. بعدين جروب الكورتيكويد ليه؟ عشان عندها ويك من رابط الكورتيكويد لاين اكشن. وبعدين انجيوتنسين 2 ليه؟ اللي بتشتغل ب 2 بدل بتطلع الدوسترون وهي دايركت بتعمل صوديوم ليه ابزوربشن. وبعدين نمره 4 اللي انا قلت نفسي اجيبها معاهم عشان ابقى ادي 4 بيمتصوا ايستروجين هرمون الانثوي بيزود صوديوم ابزوربشن الإستروجين. أنا بس عاوز أحكي قصة زرع الإستروجين فقط مع مات العمل. في ظاهرة معظم البنات عارفينها. البنات قبل ما يجي الدورة الشهرية بتيجي معظمهم قبلها بيوم أو يومين كده بتبقى حاسة إن هيحصل إستروجين. الظاهرة دي إيه تفسيرها؟ سهلة جدا إن هو بيزيد جدا الإستروجين. والإستروجين بيعمل صوديوم ابزوربشن وبالتالي ووتر ابزوربشن وبالتالي ضغطها يزيد بيحصل لها ضغطها زي لما ضغطه يزيد بيحس انه مش مظبوط لدرجه سموا هذه الظاهره بري منسترال تنشن. يعني التنشن الهايبرتنشن اللي بيحصل قبل المنستريشن بري منسترال تنشن ادي تفسيره. فبدل ما نقراها كمعلومه الايستروجين بيزود صوديوم ابزوربشن فاهمين طبقها فين؟ الايستروجين ده بيعمل ريابشن للصوديوم. طب الايستروجين بيزيد قبل المنستريشن يبقى البنت ملح زاد المايه زاد بسبب الايستروجين يبقى الضغط زاد فتحس ان في حاجه مش طبيعيه. اه يبقى هيحصل حاجه هي بتحفظها بقى يبقى هيحصل استروجين يسموها بري منستريشن. في تطبيق ثاني ان حقول مانع الحمل اساسا عباره عن ايستروجين ضمن عيوبها انها بتعمل هايبرتنشن. تبقى فاهم ليه؟ ليه حقول مانع الحمل فترات طويله ممكن تعمل هايبرتنشن وبيعمل صوت الدوتر بتنشن. يبقى كام هرمون بيعملوا ريابشن يا شباب؟ أربعة. يقولون تاني مينرال ده الأساس ده هو اسمه مينرال أنا بتاع المينرال جلوكوكورتيكويدز اللي عندها ويك مينرال وجلوكوكورتيكويدز وأنجيوتنسين 2 اللي بيطلع مينرال وبيشتغل بايرك وليش. طب مين ينقص؟ ثلاثة. يبقى نقسمهم أربعة وثلاثة بالحفظ الأساسي. الإيترا ناتوتيك بيبتايد واسمه فاتحه بيطلع من الإيترا وتركيبه بيبتايد وبينزل الملح ناتيوريسيس بس سموه ناتيوريسيس النفس و البروستاجلاندين اي 2 بتشتغل بالظبط زي الانترنيوكليك بايت بنفس الطريقه بتزود البروستاجلاندين ريت وبتنقص اللي هو الدور اللي بيشتغل فيه والاندوثيلينز اللي بيشتغل زي البروستاجلاندين اي 2 يعني خد بالك الانترنيوكليك بايت ومين يشتغل زيه؟ يشتغل زي البروستاجلاند اي 2 ومين يشتغل زي البروستاجلاند اي 2 وبالتالي زي الانترنيوكليك بايتس الاندو. وبعدين احفظ معاه الدايركتس يبقى خدت هرمونز مع براس يبقى ليها طريقه كده متصور انها تبقى حلوه ازاي تقسم السته. يبقى تاخد اول اثنين واحد مع اثنين دول بيشرحوا الجريدينت ويل طيب. وبعدين هتاخد ضغط زاد وضغط عاوز يزيد اللي هو زاد الارتيا بلاد بريشر والسيمباثيك اثنين واخر اثنين هرمونز وزرايتس عشان تفتكروا زي ما بقول في طريقه محفظ وشوني ناس. يبقى ازاي هتفتكر السته فاكتورز؟ خدهم اثنينات احسن. يبقى اول اثنين اللي هم اهم اثنين جريدينت اند تايم. وبعدين الاثنين اللي بعديهم الضغط زاد لا كده غلط يبقى اخلص من الصوديوم والمايه صوديوم اكستيشن. انما السيمباثيك عاوز ازود الضغط يبقى اعمل صوديوم اند ووتر بي ابزوربشن. وبعدين اخر اثنين اللي هم الاهم الهرمون جوين دايركتس تبقى الصفحه. ده سؤال الصوديوم 10 دقائق ده تكتبه ب 10 دقائق بالتقصيرات طالب يقول لك بس بيحبوا نكتب كتير. طب يبقى تكتب كتير وريني تكتب كتير ازاي؟ بقول لك الطالب اللي حافظ النوتس عمره ما عارف يجاوب النظر الكامل برغم انها كل حاجه مترتبه على الكتابه بس. معلومه انا ملتزم جدا بالكتاب وما زلت بقول انا لا ما بديش عن اطلاق من تقرا كتاب القسم ولا انك تقرا الفرز من خالص تعمل اللي انت عاوزه. نيجي السكر بقى حديث السكر ورقم السعر هنا بقى وضبطها برضه بطريقه حلوه قوي ربنا يكلم يعني بقى قوي
ما هتبعش الزميل فاضل اللي هو كتبها كان من عمل نوتس وفولمس تطابق اللي قلت بقوله رقم السعد 3 جلوكوز كل حاجة فيه 3 هتقول مقدمة من 3 جلوكوز ده ايه رأيكم يا شباب nutritionally important substance زي أمينو أسيد بالظبط يعني عارف أنا بتخيل لو جالك سؤال أمينو أسيد ومش عندنا تكتب نفس الكلام هو بس شيل كلمة جلوكوز ترميها في الزبالة وتحط بدالها أمينو أسيد وراها خلط خلط يا شباب وراها خلط خلط مادة nutritionally important لما تعملها completely absorption ولا partially absorption ده من غير ما بدرست كيمياء انت بقولي حاجه مهمه ارميها ولا خدها كومبليتلي ابزورب طب حاجه مهمه تبتدي بيها ولا متاخرها فيرست بارت اوف ذا بروكسيمال مش بروكسيمال اول للاوائل ما يكتبش بالبروكسيمال يكتب فين في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال انها مهمه مفيش اي فورس وبعدين قلنا كل حاجة معلقة في رقم بي يبقى ساكن رياكتيف ابزوربشن يبقى مقدمة رهيبة من كام جملة؟ ثلاث جمل كومبليتلي ابزوربد لأنها مهمة كومبليتلي 100% فين؟ في أول فيرست بارت أوف ذا بروكسيمال كومبليتلي وهي كل حاجة معلقة في صوديوم ساكن رياكتيف ابزوربشن طيب نيجي بعد كده نتكلم ماذا يحدث عند النيورال بوردر؟ وماذا يحدث عن البيزولات قلت لكم ليه سموا ده بيزولات ولا سموه بلاد حد فاكر ان ساعات يبقى فيه لم مش لازم يبقى فيه بلاد بس ممكن يبقى ليه بس طيب نبتدي الصوديوم هقول لكم تاني الصوديوم قلنا بيمتص اكتيفلي عند البيزولات اي صوديوم يدخل از ايميديتلي بامب عند البيزولات تمام بحيث الكونسنتريشن هنا يبقى قليل بحيث النقلة التانية للصوديوم بتبقى لونج الكتروكيميكال جريدينت ده الصوديوم بنرجع معظمه للدم فحتى قلنا بندفع فيه مرة واحدة بس بندفع فيه عند البيزولات شوف العظمة اللي هي بقى طب الصوديوم ماشي بالالكتروكيميكال جريدينت عند البيزولات فنروح مركبينه في كارير عنده تو سايتس سايت للصوديوم وسايت ركب فيه اللي انت عاوزه نركب المره دي جلوكوز قلت اللي انت عاوزه انتوا فاهمين ان عدد الموليكول بتاعت الصوديوم كافي انها تاخد 100% من الجلوكوز وشويه تانيين من الصوديوم لان اكتر حاجه الصوديوم ياخده 100% من الامينو اسيد وشويه تلتين ياخدوا 65% من الصوديوم من البوتاسيوم يعني مش هم الصوديوم ده كميات رهيبه كافي كل زي ما حكيت لكم قصه المصريين شوية خدوا كل العراقيين وشوية خدوا كل المغاربة وشوية خدوا 65% من السوريين وستيل اللي انجيجت في العمل 65% من المصريين خلصوا كل الأعمال لأن هم الأغلبية عشان تفهم مش هم اللي بيمسكوا كل حاجة هم دول شوية عاد اسلام يا بابا هنا الجلوكوز is completely absorbed فهيبقى هياخد معاه جلوكوز شوف العظم يبقى هنا صفر وهيدخله في السلم يبقى النقله دي من غير ما افكر مش انت قلت كومبليتلي ابزوربد يبقى لازم هنا يبقى كام صفر انه كومبليتلي ابزوربد وهنا ايا كان التركيز يبقى فروم لور تو ايه تو هاي يبقى دي اكتف ولا باسف بس على حساب الجلوكوز وعلى حساب الصوديوم يبقى ساكن رياكتف يعني ما كانش ممكن تتعمل غير كده على فكره يعني فكر انك تعمل ديزاين تاني ما ينفعش بس دي مش هضاع وقت فيها يعني من احد اثباتات وجود الخالق الرهيبه ما تنفعش غير كده ادام قلت كومبليتلي ابزوربد لازم اول نقله تبقى فروم لور تو هاير لاننا صفر مش حاجه اقل من الصفر يبقى لازم اول واحده تبقى يعني عشان طالب لهبل والناس اللي معاه بقى اللي هم مش فاهمين ما هو مش فاهم بيفهم اللي مش فاهم هي كانت اول واحده اكتف ولا ثاني واحده هي في احتمال انت قلت جلوكوز ايه كومبليتلي ابزوربد يعني في اليوم هيبقى كام صفر اي حاجه هنا هتبقى اعلى من الصفر يبقى لازم اول نقله هي اللي تبقى اكتف سكند رياكت على حساب الصوديوم ما فيهاش احتمال
ما تنفعش غير كده لانه وراء الخلق خالق. والعظمة نبني له تركيز اعلى من تركيزه في البلد اللي هو 70%. فتاني نقلة هتبقى ببلاش. بس تملي جلوكوز بتشال على كاريا. هنا في كاريا ما بيمسكش الصدر بالجلوكوز، بس تملي جلوكوز قلت لكم بتشال شيء، خليه تسعى كاريا لما شرحت لي. يبقى تاني نقلة دي فاسيليتيتد ديفيوجن، يبقى دي سكندري اكتف ودي فاسيليتيتد ديفيوجن. وما حدش يقول لي انا نسيت مين يوبينر ومين بيزو لاترال، ده اللي مش فاهم ينسى. ما تنفعش غير كده، لان انت قلت جلوكوز از كومبليتلي امور، يعني ات ذا تايم هيبقى فاليومين كام؟ زيرو. اي حاجه من زيرو اللي هنا لازم تبقى فروم لور تو هاي، بس هي سكند يعني على حساب ايه؟ وريتها لك اهو، انا الصوديوم وادي الكلام، امسك القلم الناحيه الثانيه. انا ماشي بالالكتروكيميكال جريدينت صوديوم. فالكارير ماشي فالجلوكوز غصب عنه ماشي وان كان فروم لور تو هاي سكند يعني. ونبنيله تركيز في السن العظمه دي فوق تركيزه في البلد، فتاني نقله تبقى ببلاش ديفيوجن. بس الان فيها كارير تبقى كارير ميديتد او فاسيليتيتد ديفيوجن. هذا الكارير للصوديوم ديبندنت، هذا الكارير للصوديوم ايه؟ ديبندنت. هذا الكارير فلورنزين سنس حساس الادويه، هذا الكارير فلورنزين ايه؟ سنس لا تاثر في الريد. يبقى ثلاث جمل في كل واحده تيجي لعيبهم عشان كل حاجه ثلاثه. يبقى هنا سكند اكتف ابزوربشن صوديوم ديبندنت فلورنزين سنس، هنا فاسيليتيد ديفيوجن صوديوم اندبندنت فلورنزين انسنس. وبطريقتنا اللي ان اللي صوديوم اندبندنت هو الفلورنزين انسنس، الكارير اللي اندبندنت على الصوديوم هو الفلورنزين انسنس. وصلنا تسع جمل مقدمة من ثلاثة مع شيخ 19 للنظام يا غبي، وثلاثة عند اليومينال وثلاثة عند البيس بلوت. ثلاثة اللي بعديهم ثلاث أرقام ضرب نار بالجلوكوز، مفيش دكتور محترم ما يعرفش أرقام الجلوكوز. الفاستين كام؟ 70% 70% 110، موافق على أي رقم؟ مفيش فرق. مش هنيجي في التافهة ونتصدر. في البايو بتاخدوها 70% هنا 70% 110، كله حلو. الرينال ثريش للاوائل مفروض كنا نحسبها في الارتيريال لحد 200 ملي جرام داخلين في الارتيريال هيمتصوا، بس احنا بناخد اعداد ايه؟ فالرقم اقل شويه لان تم استهلاك بعض الجلوكوز في الكليه، غير انها امتصته استهلكت شويه. فيبقى لو تحسبها بينا يبقى 180. التي ام جي اللي بيمثل اقوى نيترو كام؟ 300 ملي جرام بير مليم. هنا مش بيرسل، هنا بير مينت. لا ليه؟ لانه كورليتد للجي اف ار. يعني قد ايه من الجي اف ار امتصيت؟ طب الجي اف ار بيتحسب بير مينت 125 مليلتر بير. This is why الرقم الاولاني بيرسنت بتاع رينال ثريشولد، انما الثاني بير مينت. مش كله عبط، مش كله بيرسنت، لان انت التبيول بتعمل ابزوربشن لايه؟ اللي حصل له فلتريشن ماكسيم. يا ابو الفلتريشن ده حضرتك بتحسبه ازاي؟ بير مينت. يبقى التي ام دي تحسب بير مينت، انما الاولانيه كورليتد للبلاد. البلاد قد ايه يقدر يبقى فيه جلوكوز وما تبقلوش؟ 200 لو ارتيريال اللي يعادله 180. اسالهم بقى قول لهم ليه دي بيرسنت ودي بير مينت، يقول لك هي انت بتحفظها كده، هو كل خلقها كده يا راجل، كل حاجه عندهم جت كده، هي جت كده، محدش فيهم اي حاجه، ده مش مكتوب، انا اسمي مكتوب على رأي 2000 مصعب اسمي مكتوب. ليه اي طابور ليه؟ اي واحده انا مصعب اسمي مكتوب. شاف ما شافش حاجه، برافو يا واد. انت بتتفرج على ايه؟ شايفها بس مش عارف فيسبوك. طيب معايا؟ يبقى معايا انا طالبه ما بتغلطش. ان رينال ثريشولد بيتحسب بيرسنت، انما التي ام تتحسب ان رينال ثريشولد قد ايه في البلاد دي ممكن يعرف جلوكوز وما ينزلش في البول بيرسنت، انما التي ام جي قد ايه من الفلتر قدرت التبيول تمتص. طب الفلتر ده اساسا بيتحسب بير
ثلاث اعداد ضرب نار. انتوا فاهمين كويس قوي ماذا يمثل الرينال بريشر؟ الرينال بريشر يمثل ده مينيمال ريابزورتيف باور اوف نفس، اضعف نفس. بينما التي ام جي بيمثل ده ماكسيمم ريابزورتيف باور. طبعا في ما بينهم نفهم بقى بالمراعيز متدرجه، اضعف نفهم دي رينال بريشر، واقوى نفهم دي تي ام جي. وصلنا كام رقم؟ 12. ثلاثة في الأول، ثلاثة عندهم البرج، فعشان كده استعشت النظام، ثلاثة عند الفيزيولاترال، ثلاثة أعداد. آخر ثلاثة هم الأهم، النوتس مش هتبقى تتكلم. ثلاث كيرفات. هنرسم كيرفات تبقى فاهمها كويس أوي. سهلة جدا. هنا ده نسبة البلاد الجلوكوز ليفل، الجلوكوز ده مع كونسنتريشن هنزوده، وهنا هنحسب النسبه الفلتر او الري ابسوربنت او الاكسبريش. يعني هنا ده الفلتر، ده الفلتر بلازما والبلازما زلما، وهنا هنحسب ثلاث حاجات. مره هنحسب الفلتر، ومرة اللي ري ابزوربت، ومرة ال اكس كريت. تعالى نلعب الاول لعبة هنا مع بعض مش عايز انتوا تقولوها الاول. دلوقتي دي انتريشن كوتنا ايه ده؟ ايه ده؟ رينا انتريشن قلنا خلينا في 180 في الايه؟ في الايه دي؟ وهنا تي ام جي في المينيت. خلينا رقم 300 حتى هم اختاروا ارقام سهله، اختاروا هنا الارتيريال عشان تبقى ارقام سهله، يعني 200 و300. اختارنا الرقم بتاع الفيميل لانه مقفول 300 مش 375، وارتيريال هو 200. عاوزين ننقل الفكره، مش عاوزين ننقل الاعداد في الكير، الفكره في المينيت. نورمالي الفاستنج بلاد جلوكوز كام؟ 100. خلينا كلها اعداد مقفوله 100 200 300، حتى كده سهل جدا، وهما كاتبينها كده والشارح بيكتبها بالطريقه دي عشان تبقى سهله. 100 200 300، 100 ده الفاستنج خلاص، 200 ده رينال بريشر، 300 ده تي ام جي. طيب بصي بقى ثلاث مراحل، لو زودت من 100 ل 200 كل مرة بزود الجلوكوز في الدم الفلتر بيزيد. ليه؟ لأن الجلوكوز ريدلي فلتر، يبقى أي زيادة في البلازما في الجلوكوز زيادة مماثلة في الفلتر. ليه؟ لأنه ريدلي فلتر. وأنتوا بس اللي فاهمين يعني إيه ريدلي فلتر. المعنى الحقيقي يعني ذا سيم كونسنتريشن اوف فلتر هو نفسه في البلازما. ما نحفظ بقى المعلومات، يعني ايه ريدلي فلتر؟ يعني تركيزه في الفلتر هو نفسه في البلازما. يبقى في اول مرحله الفلتر اتزاد. طب ايه رايك في الري ابزوربت؟ الري ابزوربت كل النفرون قدرت تعمل ري ابزوربشن اند نوثينج از اكسكريت. تاني مرحله هنزود من 200 ل 300. ايه رايك في الفلتر؟ هيزيد لانه ريدلي فلتر. لما زود من 200 ل 300 في الدم يزيد في الفلتر لانه ريدلي فلتر. ايه رايك في الري ابزوربت؟ فلتر زاد برضه، دول قادرين يمتصوا جسم. انما ايه رايك في الفلتر؟ في الاكسكريتد ابتدى يحصل له اكسكريشن. يبقى في تاني مرحله الثلاثه زادوا. لما زودت 200 ل 300 زاد الفلتر طبعا، وزاد الاكسكريشن دول الاحمر، وزاد الري ابزوربشن. طب ثالث مرحله لو طلعت فوق 300، ايه رايك في الفلتر؟ يعني 400 مثلا يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد، لان الفلتر هو نفسه اللي في البلازما، اي زياده في البلازما تزود الفلتر. طب ايه رايك في الاكسكريشن؟ هيزيد. وايه رايك في ري ابزوربت؟ ريتشز الماكسيمم، مش هيزيد. عايزين نحطهم في شكل ثلاث كيرفات. كل ما بزود الكميه في البلازما الاماونت فلتر اللي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى كل ما تزود ده يزيد ده. لينير ريليشن شيب. ده الاماونت فلتر. وانتوا فاهمين ليه؟ ان الجلوكوز ماده
ريدي ريفيل يعني ايه في اللغه؟ في الفهم مش في الحفظ. ريدي ريفيل طب يعني دي كونسنتريشن ان بلازما اكزاكتلي ذا كونسنتريشن ان فيلم. طب ايه رايك في الاماونت اكسكريتد اهو لحد 100 و200 ما كانش فيه اكسكريشن، لحد 200 ما اكسكريشن، بعد 200 كل ما تزود دي ابتدت تكسكريت، تزود اكتر دي كمان هتكسكريت، تزود اكتر دي كمان هتكسكريت. يبقى في الاول مفيش اي اكسكريشن وبعد كده ابتدى يحصل اكسكريشن. نيجي لاهم كيرف اللي احنا عاوزينه بقى يا شباب، الاماونت ري ابزوربشن. كل ما تزود ري ابزوربشن اهو، تزود اكتر ري ابزوربشن زاد، تزود اكتر ري ابزوربشن يزيد until it reaches the maximum. يبقى كل ما بتزود الفلتريشن بيزيد الري ابزوربشن لحد ما بيوصل ماكسيمم اللي هو التي ام جي. ده شكل الكيرف بتاع ري ابزوربشن. كل ما زود فلتر يزيد ري ابزوربشن، زود فلتر يزيد ري ابزوربشن لحد ما يوصل ماكس. فين بقى الحته اللي هتاخد عليها النمره؟ ان الانتقال من هنا لهنا ما حصلش صدر، انما في حاجه اسمها سبلاي. سبلاي ده مهم قوي. جراديوال ليه؟ انت فاهم هو الكليه فيها كام نفرون الواحده؟ 1.3 مليون. هل كلهم طول واحد؟ الانتقال من هنا لهنا ما بيحصلش صادم، انما بيحصل جراديوال. This is why الانتقال للماكسيمم حصل جراديوال. What do we call سبلاي؟ تاني دول اهم حاجه في اجابه السؤال، الثلاث كلمات دول ومفهومين جدا. كل ما تزود الجلوكوز في البلازما 100 200 300 لما هو فلتر ليه؟ ريلي فلتر يعني ايه؟ يعني تركيزها في فلتر اوف بلازما. يبقى الكلب ده خلاص خلصنا ما فيهوش مشاكل. الكلب بتاع الاكسكريشن تقدر تزود لحد ايه وما يحصلش اكسكريشن؟ لحد 200 الاورينتيشن، بعد كده هيزيد الاكسكريشن. يبقى لحد 200 ما فيش اكسكريشن، بعد 200 الاكسكريشن بيزيد. نيجي للري ابزوربشن، من اول دقيقه كل ما بتزود الفلتر يا ابزوربشن بيزيد، كل ما تزود الفلتر يا ابزوربشن بيزيد، كل ما تزود الفلتر يا ابزوربشن بيزيد until it reaches الماكس اللي هو التي ام جي اهو، يزيد لحد يوصل الماكس. هل الانتقال من الزياده للماكسيمم حصل صادر ولا جراديوال؟ لان هما 1.3 مليون نفرون تختلف في قوه الري ابزوربشن، فالانتقال بيحدث بطريقه جراديوال اسمها سبلاي. النظر المهم والسلام. سلام بقى لو جاوبتوه بالطريقه دي. ال 15 جمله بتوع العقل اللي هقولهم تاني اخرهم تلات كلمات. اول حاجه انت تساعدني بقى مش هتسال. الجلوكوز ماده نيوتريشن امبورتنت، حط المقدمه. يبقى تعمل لها ايه؟ ماده ذات اهميه غذائيه، تعمل في الاول ولا في الاخر؟ مش في الاول، انا اسف، في اول الاول. Early part, first part of the proximal complete view. وكل معلق في عنق secondary activity. ثم تشرح التفصيلات، ايه عند اليومينال وايه عند الفيزيولوجي؟ في ناحيه secondary active وفي ناحيه secondary active، يعني ما تدفعش فيها فلوس، ما هو secondary يعني ما تدفعش فلوس. Diffusion يبقى ما تدفعش فلوس. صح؟ تبتدي بمين؟ عاوز يا طالب يفكر، انت قلت كومبليتلي ابزوربر، صح؟ يبقى اي نقله هتبقى فروم نور تو ايه؟ تو هاي، تبقى لازم تبقى سكندري سكند اكت، الثانيه بقى اللي هتبقى فاسيلتي انفلوشن. وبعدين كل واحده فيها ثلاث جمل، سكندري اكتف، سكندري مين؟ ان الكارير از سوديوم ديبندنت، فلورنسنت سنسيف، انما الناحيه الثانيه الكارير از سوديوم انديبندنت، فلورنسنت انسنسيف. تسع جمل. ثم ثلاث ارقام ضرب نار وانت هتكتبهم صح. 70% ده الفاستنج بلا جلوكوز 110 ريال ثريشولد 180 او 200 مللي جرام سكر بيكوز اتس كورليتد تو ذا كونسنتريشن ان بلاد. وين ذا تي ام جي؟ في مين؟ 300 وفي المين 375 مللي جرام بيكوز اتس كورليتد تو ذا. كم جملة؟ 12 ثم الثلاث كلمات. كل ما تزود في الدم يزيد الفلتر. ليه؟ لأنها هيوجن الأرتري. ماشي على طول. بعد 200
في الاكسكريشن يبتدي يحصل. يبقى لحد ما ما فيش اكسكريشن حصل. إذا من أول لحظة فين طريق الدوبل؟ فين طريق الدوبل؟ until you reach you reach the maximum. والريتشنج الماكسيمم ده حصل طريقه ايه؟ كده اخر خمس دقايق ونمشي المايه، مش هقول المايه كلها طبعا، خمس دقايق كده نتسلف فيها. ايه؟ انا نسيت اقول لكم امتى الجلوكوز ينزل في البول؟ دي نوتس يا شباب انتوا عارفينها. يا اما تعلي الفاستنج فور رينال ثريشولد ده بيس ريليز صح؟ او كليا بوز فرينا تريشو اللي بقى اضعف نفرون تحت الفاستنج اهو كده هنا يبقى الفاستنج نفسه هينزل لان الكليا اللي باظت فيسموها حتى رينال جلايكوزوريا. رينال جلايكوزوريا. اي اسال السؤال على قد فتح اي واحده زيرو طبعا. لا انت اتخذت القصه بالعكس، ما انت بعد ما عملت له كومبليت ابزوربشن وصل بقى زيرو. يعني هو الاول فلتر بقى ليه في التركيز وبعدين قعدت تمتص 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 لحد ما خليته زيرو، يبقى اخر شويه هتبقى هتشيلهم تخلي هنا زيرو تبتدي هنا، يبقى لازم تبقى اكتف. بس انت عكست القصه، يعني هو الاول فلتر وبعدين امتصته كله فبقى زيرو. المهم على التايم هيبقى التركيز كام؟ في اخر مولكيول هتاخده التركيز هنا ايه؟ زيرو. هنا في شويه مولكيول يبقى لازم يبقى فروم لور تو هاي. انت مش بدات في صفر. لا طبعا. طيب نيجي بقى المايه حديث الماء. اخ بره بقى الحته الجايه بتاعت المايه دي. حديث الحبال. انت بقى تبقى فصلتين. ايه؟ الاجل الفصلتين. انا ثلاث حصص عملت 13 صفحه، لو كده مش هخلص كورس. الكورس عمره ما هيخلص. طبعا مش هيخلص كده. وانا ما كررتش حاجه. حاجه قلتها مره واثنين واقول لكم حاجه خدوها باي معمل، هتكلم نص ساعه وهم يتكلموا 10 ساعات. بس والباقي تفهموا انتوا. مش بنشد مش مش بنتكلم قد ايه، مش بنسقف قد ايه ورا بعض. مفيش كلام. نص ساعه مع عبد الله فايت سفيشن يا راجل. خمس دقايق. في حاجتين يا شباب في الحياه كما في الجسم. في الحياه كما في الجسم. افقر الفقراء ما بيدفعوش في حاجتين. المال والهواء. بيدفعوا هناك. صح. لما عمرهم ما دافعوا لا في ميه ولا في هواء. وتنظر في نفسك تلاقي نفس القصه. الميه والهواء passively reabsorbed. passively. مفيش active. لو قلت في الميه active او في الهواء active يبقى انت يعني بتخالف الخلق الالهي. ربنا خلى الميه والهواء passive. ليه اغنيه ليلى مراد؟ الميه والهواء واحنا الاثنين سوا. صح ليلى مراد الله يرحمها. ما هو بس بقول لي بقى في الام اس كيو انها حته بتبقى اكل المايه والهواء باسيف 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 مفيش فلوس في مايه وهواء. طيب قصه بحب احكيها بطريقه فيها زواج شويه. مايه زاد الباص هنا في بروكسر بعدين هنا ايه؟ بدأت القصة إن المية والملح متجوزين. خلاص؟ وقلنا حصل في الفريشة اللي كام سنتي؟ 125. حضرتك في النهاية هتفرق كام لواحد فاهم؟ نص إلى اتنين. حسب أنت ليه هيدريتد كفاية تنزل نص طف في المية من الأرض. اوفر هيدريتد لازم اتنين. فربنا عامل حاجة لطيفة جدا. يبقى الكمية الأولانية معظمها ما فيهاش اختلاف، يعني احنا ما بنختلفش مين هيمتص 125 ومين مش هيمتصهم. احنا أول 123 ما فيهمش تفاعل. معظم الكمية عندك دي هيدريشن، عندك أوفر هيدريشن لازم هتاخده. فربنا خلى معظم امتصاص المية اوبليجاتوري اضطراري لا تفاهم فيه. وإزاي؟
عمرنا ما نسحب ملح المية من غير ما تنسحب ورق الماء. فربنا ربط المية بين ملح في معظم أجزاء النفوس. المية الملح العيش سواء موت سواء. هنا تمتص 65% معظم الكمية معاهم مية 65% أنصرهم. فسميناها الدجاج بيوتراجوج. يبقى في الدجاج دي أنا باخد الملح وبنفس القدر مية. يبقى الأسكار فقط. هل هذا النوع من رياب زورشة اللي هو الأوميجاكي يمكن أن يغير الإزمولاليتي أو بلاد أو الإزمولاليتي يورين؟ لا، لأن اللي بيحدد الإزمولاليتي كمية الملح والمية. أنت هما متجوزين مع بعض، خدوا مع بعض سابوا مع بعض، يبقى هذا لن يؤثر في الإزمولاليتي. السؤال اللي مسكيو الأوميجاكي لا تؤثر في الإزمولاليتي. هما مع بعض ما مش حد يضحك عليهم، لا الاندوستروم يغوي الصوت بنات عين ولا الـ NH بنات عين على أسلوب الصوت. There's no hormone control في الدجاج. ثم أفهمها لك بأسلوب علمي. حضرتك ما حد الكميات سلفا هنا هتاخد 65%. كنترول إيه؟ كنترول يعني هتزود هتنقص. معنى كلمة كنترول افهم يعني إيه كنترول؟ يعني هزود. انت من الاول قلت كل الناس هتنطبق 65% هنا في البروكشن. تحدد ايه بقى؟ ما انت محدد الرقم. الهرمون هيهبب ايه هنا؟ لا هيزود ولا الهرمون هيزود ولا ينقص؟ يبقى ما فيش هرمون كنترول. يبقى ثلاث كلمات في الابلوجاتري ام اس كيو هي ليه في جنبي المعمل متجوزين وبعدين نو تشينج ديفرنتي نو هرمون كنترول. في اخر حته بقى بنختلف الديستال كولكتنج شبطك يعني اللي عنده اوفر هيدريشن ياخد ماده ويسيب الميه مش عاوز ماء يسيب 2 سم. اللي عنده دي هيدريشن يحتفظ بميه اكتر وملح اقل. يبقى هنا في الاخر الطلاق وهي طبيعي يعني طول الحياه كانوا متجوزين وفي الاخر طلاق. لانه يقول لك وات ذا موست امبورتنت كوز اوف ديفورس مارج اهم سبب للطلاق هو الزواج. ان لن نتزوج هنطلق ازاي؟ يبقى اهم سبب للطلاق هو الجواز. وبيحصل في الاخر بيبتدوا متجوزين وفي الاخر نتيجه للغوايات بتاعت الثيرد بارتنر الطرف الثاني واحد اغوى الميه اللي هو الاي دي اتش قال لها تعالي تابعي واحد اغوى الصوديوم اللي هو الاندو السيروم. وعشان كده في الاخر الهرمون بتشتغل فين؟ فيسموا ده فاكالتاتيف او اوبشنال ووتر ادوشن. فاكالتاتيف او اوبشنال ري ادوشن. يبقى ده بيحدث فين بقى؟ الاوبليجاتوري كان طوال النفوس اول سيجمنتس اوف النفوس انما ده في الديستال ويل كولكت. طب لو انت خدت ملح بس يبقى اليورين تخفف، خدت ميه بس وشربت ملح يبقى اليورين تركز. يبقى ده بيغير ال osmolality وunder the control of hormones. So we have two types of water absorption in the body. يا غدر both are passive. حتى الفاكالتاتيف passive اللي كتبها اكتب اخد شف الماء والهواء الاثنين passive. اي واحد في الايه؟ لا ده لسه عادي دي بقى سيبها لي الحصه الجايه بقى. لوب اوف هيرل ده كان في زميل فاضل كان اقلم واحد ساعه ما تعينته كنت لسه يعني صغير وده بقى كان زارع الصيد في الحكايه دي. وبعدين لقيته صور ورقتين كده جايبهم لي قال لي انا مش هعرف نظره. وقال لي ممكن تشرح لي الموضوع ده؟ الموضوع كان لوب اوف هيرل. ففهمت ان هو مش فاهم حاجه اللي كان زارع الصيد. فسيبيني هشرح لك لوب اوف هيرل الحصه الجايه. يعني انا هتكلم عن لوب اوف هيرل الحصه هو ده حديث. لا ده انا كنت بتكلم في النص هنا لسه احنا عاوزين تاثير نهائي على الموضوع. احنا فكره اتغير الاوزمولاريتي ولا لا ده الفاينل افكت. فنشوف ايه اللي هيحصل. فالبروتيجاتري ده انا باخد ميه وملح يبقى خلص. هشرح لك ايه الموضوع المره الجايه ده هو موضوع التسجيل. يبقى تاني
How many types of water reabsorption في الجسم في الكدني؟ Obligatory في معظم أجزاء السيجمنتس المية والملح متجوزين مفيش تغير في الديفرنت مفيش رموز وال آخر حتة الديستال وكولكتين المية لوحدها أغواها NH والملح لوحده أغواها الألخوص مفيش تشينج في الديفرنت وفيها رموز لعبة بس يبقى حديث الطلاق أكثر إثارة من حديث الزواج يعني محدش في الدنيا بيتكلم عن الوجات دي وطلع يبدوه مفيش كتاب في دول خلاص البجات هم الثلاث كلمات دول المايه مع الملح مفيش تشينج في الاسبرانت مفيش الرموز معظم الكميات في كل اجزاء النبوس الحديث المهم بقى بتاع الحصه الجايه على مين؟ قلت لما تطلعوا احنا هنتكلم دلوقتي على الملح على المايه مش على الملح هقول بس المقدمه وانا اشرح الموضوعات بتاعتها عشان تعمل فكالتا للبوتر ريزوبشن يو نيد تو فورسز اوتين لازم واحد يفتح الباب ده الانتي دايريتك هرمون عن طريق الفازوبريسين 2 السايكليك اي ام بي يحط اكوابورين فاكر خدناها في الاندوكراين اكوابورين 2 حد يفتح الباب بس يبقى في قوه منهم فتحت الباب اللي هو مين انت ده ما امتصش الميه ده جاست باب البيت اتفتح من حق اللي يمشي يمشي لكن هذا لا يعني لازم يمشي يبقى مين فتح الباب ايه يمشي وقلنا كل حاجه في المايه 2 عن طريق برضه بالسين 2 حط اكوابورين 2 اللي بيشتغل بالسايكل دي امال ايه بقى اللي هيسحب المايه مجرد فتح الباب ما يسحبش المايه ان الانترستيشال فلويد هنا في صوره الاسموتيك بريشر مش عالي احنا عارفه صح هايبر اوزموتيك الجايه هي المهمه جراديانت جراديانت يعني بيبتدي لو دي الكليه اهي دي الكليه الاوزموليتي فوق في الكورتكس 300 400 جراديانت يزيد 500 لحد ما توصل تحت 1200 او 1400 حسب بتاكل لحمه قد ايه فعشان كده تلاقي في كله 1200 وكله 1400 لو تاكل لحمه كتير تقدر تركز يقول يوصل 1400 يبقى ده صورة جريدن وإيه العظمة في جريدن؟ افهم هتمتص المية دي بقت كام؟ 300 تنزل تلاقي دي جنبها بقت كام؟ 400 امتصاص المية استمر بقت 400 تنزل تلاقي اللي جنبها بقت كام؟ فيبقى امتصاص المية جرادوال 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 تخيل لو فجأة المية بتمتص صادلي طب أعمل فيها كنترول إزاي؟ دي صغيرة ربنا خليها في صورة هايبر أوزموتيك جريدنت وهذه الارقام تحفظها صم تبتدي في الكورتكس 300 بتاع الكدني الانترستيشن فلويد بتاع الكورتكس حوالين التبيول في الكليه 300 وتحت خالص 1200 1400 فانا على فكره مره سالت روحي هم ازاي عرفوا ان في انترستيشن جريدنت قعدت ادور عليهم يعني حاجات كده تاخد انتباه ازاي عرفوا ان الكليه الاملاح فيها مترتبه مش مجرد ان الملح عالي وبيشرب الميه ده متدرج عشان امتصاص الميه يبقى متدرج عشان التحكم يبقى سهل. عرفوها بطريقه سهله جدا. قطعوا الكدني انتو سلايسز وجمدوها كل ما كميه الملح تزيد نقطه التجمد بيحصل لها ايه؟ تقل لان الميه فيها ملح الفريزنج بوينت تقل. في نورث امريكا ما بيقولوا في سنو جاي بقى وخايفين يحصل ثلج كتير على العربيات عارف يمشوا فيها بيوم يعملوا ايه يرشوا ملح ان الملح بيعمل ايه في الفريزنج بوينت حفاضه فلما قطعوا الكيدني انتو سلايسز بالمعلومات العامه لقوا ان لما بنتجه من الكورتكس للمجله نقطه التجمد بتاع الشريحه بتقل بتقل دي نوتنج ان كميه الملح فيها بتزيد 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 من 300 الى 1200 يبقى دلوقتي الفكالتا دي جوه ريابسوربشن عاوزه قوتين ان اتش يفتح الباب وهايبر اسبوتيك جريدينت شد الميه مين اللي صنع هذا الهايبر اسبوتيك جريدينت اربع قوى هنشرحها الحصه الجايه اهمهم لوب اوف هيرلد هو ده اللي عمل الهايبر اسبوتيك جريدينت ده عمل مين حافظ عليه ما عملوش بس ما بوظوش الفازه ريكتا ثالث حاجة مين بيخلي الملح هنا كتير ان الفلو اوف بلاد هنا بيري سلاجش في المضلة قليل جدا عشان ما يشيلش الملح دي قوة تالتة اي كلام رابع حاجة كنا خدناها في الاندوكراين من ضمن اسباب ان هنا اعلى من هنا
ان ال NH كان بيزود permeability لليوريا هنا بس مية ويوريا فاكر؟ فين فيل مدالري فاق فوق كان بيطلع مية بس ال NH انما هنا بيطلع مية قال يوريا كنتوا عدتكوا هبقول لكم التفصيل ليه ربنا بيرجع اليوريا لان اليوريا بتساهم في خلق نص الهايبر اوزموتيك جريدينت في جمله كتير فاكرين هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت كله ملح هو نص ملح صوديوم ونص يوريا عشان كده الناس اللي بتاكل لحمه كويس عندها يوريا كتير بما عندها الهايبر اوزموتيك جريدينت اقوى مقطع على تركيز البول اقوى لان ما بتبقاش 1200 بس عندها يوريا كتير بتبقى 1400 الاكل اللحمه يزود يبقى الفكانتا دي جوتا ابزوربشن انا كده خلصت عايزهم تاني في الكلمتين وامشي المايه طلعت الملح صح ملوش علاقه فده يغير الجمولين وبيولد ويعتمد على الهرمون اللي هو الاي سي اتش والاندوستيرون كم قوه مهمه لامتصاص المايه ده اللي هنشرحها ده الحصه الجايه كلها هنشرح الكلام ده حاجتين مين فتح الباب مين شد المايه ما قلتش هاي اوزموتيك بريشر بتاع الانتوزيشن ما بين التيبيول الضغط مش عالي جريدينت هايبر اوزموتيك جريدينت هايبر اوزموتيك جريدينت مين اللي صنعوا اللاعب الاول بلوم اوف هيفن كاونتر كارميكانيزم مين حافظ عليه ما بوظوش بازاريك اللي هي بنفس شكل مبهر من ساهم في ان المظله تبقى اعلى من الكورتكس مجرد مساهمه ان مفيش دم كتير يشيل الاملاح سلاج نوت فلو وان في املاح كتير بتترصب هنا لان الاي اتش سمح لليوريا هنا بس انها تطلع عشان هنا يبقى عادي ما فيش هنا عادي 300 اللي قالوا دي يبقى كام قوه؟ اربعه لوب فنت ثم لوب فنت ثم لوب فنت ده اللي صنع واللي حافظ عليه ما صنعش النظري واللي ساهم اثنين السلاجش بلاد فلو في المظله وامتصاص اليوريا في المظله لان اليوريا بتصنع نص نسوان اكل اللحمه بيخلي بره الضغط مش اعلى فبتربط على نفس الوقت الاعضاء فتركيز الجوع